السلام عليكم. هاي دار الكرام، احنا فتحنا المسجد ان شاء الله اليوم، غادي نفتحوا اليوم ان شاء الله مع الظهر، وراه كل شيء عندنا معقم، كل شيء مزيان، كل شيء نظيف، المسجد راه منظف. حنا كنطفوا دائما يوميا، واخا ما كيصلوش الناس حنا كنطفوا يوميا في هذا الحجر الصحي، وحنا راه كنطفوا دائما كل نهار كنطفوا. والحمد لله راه جاوا المسؤولين وشافوا المسجد وراه عجبهم، وشافوا بينا راه منظف ومنقي، ومسجد راه مشهور، ماشي مسجد راه مشهور في العالم، ماشي غير في هنا في انسي ولا في المغرب، كيصلي فيه العيال الكوشي. الشيخ ديالنا الله يكثر خيره، ملي تفتح راه تفتح حتى القلوب ديالنا، انما الناس كاع راه متعطشين باش يدخلوا المسجد، ومتعطشين باش يشوفوا حتى الامام. ودابا الحمد لله راه وكنحمد الله ونشكره ولله الحمد. الله ينصر الملك محمد السادس، الله ينصره ويعاونه، وعاش المغرب، وحيا المغرب ان شاء الله. اش غنقول لك، الشعور ديالك اي مواطن، اي مواطنه من مواطنات المغاربه ولا المواطنين الرجال، يعني الحمد لله فرحه عارمه من قبل ما ملي سمعناها، وحنا متشوقين نزوروا بيت الله ونقيموا فيه الصلاه كيف امرنا الله سبحانه وتعالى، لان اش الفرق بيننا وبين المشركين؟ هو الصلاه، الصلاه هي الصله بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يعني فرحه عارمه، والدليل اننا جينا بساعه قبل من الصلاه وكنتسناو المساجد تفتح وندخلوا، كيف اندرنا الله سبحانه وتعالى اننا نكونوا فيها، ونتمنى من الله يتقبل منا، وما عرفناش شكون في المصلي اللي غادي تغفر لنا به وبسببه ان شاء الله، ونتمنى من الله القبول. وهو الشواطئ كي قلنا شواطئ مملوءه، الناس راه دارتهم الصهد وضرهم، ولكن هذا ما تيمنعش ان بيت الله في الوقت ديالو يتصلى ويتاوي ونجي ونعبدوا الله في المسجد باحترام ومسافه الامان، ناخذوا بالاجراءات الاحترازيه اللي امرنا بهم السلطات. وكنتمنى من المواطنين يحافظوا ويحترموا هذا الشيء ويجيوا يصليوا، لان الصلاه هي كل شيء. هي من ذا الذي نعاود نقولها، من ذا الذي يمنع مساجد الله ان يذكر فيها ويرفع فيها اسمه وسعى في خرابها؟ راه عارا علينا نحن مسلمين انه تسد لنا المساجد، والحمد لله انها تفتحت في وجوهنا. الحمد لله، وبفضل السلطات وبفضل صاحب الجلاله نصره الله وادام ان شاء الله له الصحه والعافيه وملاد لهذا البلد، وان شاء الله يزيد بنا مازال القدام. انا الرساله اللي غنوصل لهم ما يديروش بحال كي داروا في رمضان وكانت مكتضه وهذا، يحترموا مسافه الامان، يجيو يصليو، وماشي غير النهار الاول صافي وتخوع وكيف كنلقاوها مور رمضان وكنلقاوها فارغه وكنلقاو جوج صفوفه. كنتمنى من كل شيء يجي يصلي، واللي يلقى عمر فلا داعي للبلبله ولا يعني يديروا شي حاجه اللي مخل بالاخلاق ديالنا. احنا عندنا الدين معامله، وحنا السماحه فربي جاز لينا بزاف المسائل وعطانا بزاف لي زوتوريزاسيون، الوغ نستغلوها ان شاء الله، واحسن الاستغلال ان شاء الله. ونتمنى المساجد تعمر، نتمنى المساجد تعمر. انا كنشكر الاخوان على هذه المبادره هذه، خص الناس يحصلوا المسجد فهمتي، ويخليوا واحد المسافه بعضياتهم فهمتي، نظرا للظروف اللي كنعيشوها كوفيد 19 فهمتي، خلوا واحد المسافه. هو المسجد حنا هو المسجد كان في النوم صاي، هو المسجد مده 7 شهور باش مفتح فهمتي، والناس خصو يتراوح واحد المسافه بعضياتهم فهمتي، لان هذا مرض صحيح فهمتي، كوفيد 19 مرض صحيح، والناس واحد المسافه. الظروف اللي كنعيشوها حاليا ظروف مزريه فهمتي، اللي كاين فهمتي، خلوا واحد المسافه بعضياتهم فهمتي، ما يديروش شي اختلاط بعضياتهم، خلوا واحد المسافه، لان كنعيشوا واحد الظروف مزريه الحمد لله. كنشعروا بواحد واحد الفرحه كثيره، واحد الفرحه ربانيه، فرحه ربانيه اليوم، لان كنا كندوزوا امام المساجد وكنبكيو بحال شي حد ضاع لك من العائله ديالك ولا ضاع لك، كندوزوا هذاك المسجد اللي كان مكتظ بالناس وبالمصلين اصبح خالي كانه ضربته شي صاعقه. ولكن الحمد لله الخير ديال الله تبارك وتعالى باقي كثير القدام، إذا كان القلوب ديالنا مملوءة بالإيمان. فاليوم ها هي المساجد ستفتح في ساعة الظهر، والقلوب تتراجع والقلوب تتراحم، والصفاء سيصبح اليوم بين الناس كشيء لم لان هذا الشيء اللي وقع هذه السنه ما عمره وقع في المغرب، ما عمره وقع الا اول مره. هذه ربعة اشهر وحنا واقفين، وكان المسجد غضبان علينا، كان المسجد قافل الابواب ديالو غضبان علينا،
ونطلب الله الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته ويغسل قلوبنا من الغل ومن الحسد ومن الأشياء الخبيثة، لنرجع الله تبارك وتعالى أعطانا فرصة. دابا قلنا الأبواب مفتوحة أمامكم، تراحموا وكنطلبوا الناس اللي غادي يجيو يصليوا إن شاء الله صلاة الظهر اليوم يحتفظوا بداك الشيء اللي دارت وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية، يكون التباعد وتكون الكمامة وتكون التلقيح ويكون كل شيء باش الامور تكون مزيانه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الكلمه الاخرى اللي غادي نقولوا، عاش سيدنا ومولانا محمد السادس اللي راعي هذه البلاد وعطيها واحد الاهميه وعطى الاهتمام ديالو كثير 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 في هذه اللحظات الاخيره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله بعد هذا النهار هذا كبير عند الله سبحانه وتعالى، تحلوا في المساجد وخا بغينا نمشحنا بهذه الطريقه هذه، كرهنا جاك شي كانت نكمل الاول والصلاه. طلبوا الله سبحانه وتعالى تقبل لينا ونطلبوا الله سبحانه وتعالى رفعنا البلاء، ولا الى الله محمد رسول الله. هادشي نقدر نقول لكم شعور الحمد لله، شعور مزيان سعدنا الحمد لله بالسعاده شويه. طلبوا الله سبحانه وتعالى يتغير هادشي ويرجع من احسن لاحسن. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من السكينه ديال الاناسي وفرحانين بهذا النهار هذا، وفرحانين كاع الجيران والاهل ديال السكينه، وكنشكروا الناس المرشفين لهذا المسجد. مساكن راه تقريبا شهر وما كينظفوا فيه، ملي سمعنا هذا الخبر فرحنا بزاف. وشكرا لسو تي في، وشكرا لكم، وشكرا لجميع الصحافه، وشكرا لكاع الناس اللي جاوا لهذا المسجد. تحلت المساجد فهمتيني، راه يعم الفرحه الامه الاسلاميه ان شاء الله. الله يبعد علينا هذا الوباء. هذه الفرحه فهمتيني ما عندهاش احاسيس فهمتيني، وما كتوصفش فهمتيني. واخا نقول لك وجات متزامنه فهمتي مع نتائج البكالوريا، والله ينجح جميع. نذكر الله سبحانه وتعالى ونحمده حمدا كثيرا لتحلوا المساجد باش نؤديوا الصلوات الخمس. غير هو خص الاخوان المغاربه يتفهموا هذا الوضع، يعطيوا هذاك المعلومات اللي تعطات المسافه القانونيه والكمامات الضروريه، الكمامه والتعقيم. وعندنا الانسان اللي يكون غادي يدخل المسجد ما تكونش هذيك الازدحامات، هذا هو اللي. والحمد لله ونشكره على كل حال. الحمد لله بعد واحد الغيبه طويله الحمد لله رجعنا نعاود نصليو ونحيو صله الرحم ان شاء الله من المساجد. حنا فرحانين بزاف وكنشكروا الجميع اللي وقف معنا، والله ينصر سيدنا حتى هو الحمد لله على هذه العوده الميمونه. السلام عليكم خويا الله يخليكم. الحمد لله كنحمدوا ربي ونشكروا بهذا النهار المبارك السعيد. الله سبحانه وتعالى فتح لنا ابواب المسجد الحمد لله. وخص الانسان يكون يعني منظم شويه ويكون يعني مسافه الامان بين الانسان، ويكون كل واحد السجاده ديالو، يكون واحد النظام، ويكون النظام يعني متهالو، وانسان يعني يكون تلازم ومسافه الامان بين الانسان والانسان يكون متوازن. والحمد لله كنتمنى والله كل شيء يكون مزيان ان شاء الله. ان الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه على فتح المسجد الحمد لله، فهذا خير من فضل الله كبير الحمد لله. وكنتمناو من المصلين والاخوه انهم يطبقوا الشروط اللي علنت عليها وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، التباعد، احضار السجاده معك، احضار المعقم معك، عدم السلام بكل جميع الانواع. حيت لاحظت انا في حاليا مع بدايه المسجد مع الدخله انه البنادم بدا كيسلم على بعضياتهم، وهذا خطا كيرتكبوه. كنتمنى من المصلين والاخوه انهم يلتزموا بقوانين ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. وكان الحمد لله فهذا يوم كبير، يوم عيد بالنسبه للمسلمين ملي فتح لنا المسجد. وكنتمنى والله اللهم يزيل علينا هذا الوباء ان شاء الله في اقرب الهزيل ان شاء الله.